هاي الشغلة أنا اكتسبتها من والدي، والدي هم اكتسبها من والده، فيقولون صار لها تقريبا 200 سنة أكثر، هي نفس الصناعات يشتغلون بها. فهاي احنا سمونا بيت الكواز لان كان نشتغل بالكوازة يعني بالفخاري. الفخار انواع. اللايلون اشتغل بصحة هذه الشغلة، وانت جت الكهرباء والتبريد ولا ما حد يسأل عليها، قليل قل ذاك من ذاك يجي يسأل اللي مشتهيها مشتهاية خلي آثار خليها مش النهار كله على طول السنة. السنة اشتغل نفر شهر يعني 3 شهور والشهر بعد تنتهي يعني ما حد يجي. أول شيء هو تنور الطين من قديم الأزل، هو تنور الطين نستخدمه احنا، هو خبزته أطيب تطلع ويحافظ على الحرارة أكثر.